السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم أنا وهي والنجوم. الأبراج مجرد تسالب، ولا يعلم الغيب غير الله سبحانه وتعالى. أحبتي، يسعدنا حضوركم دائما في القناة، كما يسعدنا تعليقاتكم الإيجابية والبناءة على كل فيديو. الحقيقة المرة لكل برج من الأبراج. كل شخص يملك شخصية إيجابية وأخرى سلبية. الأبراج التي تتناول بدقة تفاصيل خفايا الشخصيات يمكنها أن تكشف عن الوجه القبيح والحقيقة المرة عن كل برج من الأبراج. بعض الأشخاص يتصرفون طوال الوقت بشكل مزعج ومنفر للآخرين، وبعضهم يميل إلى التصرف بهذا الشكل عندما يفقدون السيطرة. فما هو الجانب السيء لكل برج من الأبراج؟ برج الحمل. برج الحمل فاشل تماما في المداعبة، متطلب ومتسلط أحيانا، لذلك فهو لا يكترث تلبية رغبات أحد سوى نفسه. رغم كونه من الأبراج الذكية، لكن يسهل خداعه بسهولة. كل ما على الآخر فعله هو إرضاء غروره، وسيصبح كخاتم في إصبعه. برج الثور. الثور سواء كان امرأة أو رجل، يحيط نفسه دائما بأشخاص أقل جاذبية منه، ليرضي غروره بأنه الأجمل والأفضل. صحيح أنه يملك شخصية محببة، لكنه في الواقع يحب ما يملكه، سواء كان منزله أو سيارته، وتحديدا ماله وطعامه أكثر من أي شخص آخر. برج الجوزاء. لا يمكن الاعتماد عليهم بأي شكل من الأشكال. يملكون لسانا معسولا، ويقنعون الآخرين بأنهم ملائكة، لكن إن طلبت منهم المساعدة في أمر ما فسيهربون في أقرب فرصة ممكنة. يعاني من ازدواجية في الشخصية، لكن سواء كان يعتمد شخصيته الأولى أو الثانية، فهدفه هو العبث مع الآخرين. برج السرطان. أسوأ شخص لمواعظته. سيقارنك بوالدته، وستخرجين دائما خاسرة. أما النساء فهم يحددون خطوطا حمراء للرجل بأسلوب سلبي عدواني منفر. السرطان يتقن فن السخرية، ولا يهمه جعل الآخرين يضحكون على حساب، لكن في حال عملته بالمثل فستجده يتصرف كالأطفال ويتهمك بأنك عديم الإحساس. باختصار، هو المظلوم دائما، وكل البشرية ظالمة. برج الأسد. مغرور ومتعجرف، ويتصرف كما لو كان وجوده على هذا الكوكب نعمة للبشرية. هل تملكين شخصية مستقلة؟ الأسد سيعتبرك سازية ويسخر منك. النساء الأسد متفخرات ومتبجحات، رغم أنهن لا يملكن ما يتفخرن به. الرجال والنساء يعانون من عقدة الفوقية، والحديث دائما يجب أن يتمحور حوله. برج العذراء. العذراء من الأبراج المهووسة بالتفوق على الآخرين، مهما تقومين به سيقوم هو بعمل الأفضل. هذا هو هدفك في الحياة. لسانه لاذع، ولن يتردد في الحديث بشكل فج عن كل عيوب. وبما أنه عديم الإحساس سيكرر ذلك مرة تلو الأخرى. برج الميزان. البعض يعتبر أن الميزان يملك أسوأ شخصية بين جميع الأبراج. متردد بشكل كبير، ويعيش للحصول على رضا الآخرين. يحمل الأحقاد، ويمكنه أن يؤذي، كما يملك جانبا مظلما يظهر حين يستفز،
ولا يتردد في إلحاق الأضرار الكبيرة. برج العقرب. العقرب من الأشخاص الذي لا يتركون ضحيتهم حتى يستنزفون آخر قطرة من دمائها. سيلحق بك الأذى في المرة الأولى، سيختفي ثم يعود مجددا حتى يكمل ما بدأه. تدميرك كليا. العقرب لا يكون بأي شيء إن لم يكن يعود عليه بالفائدة ويجعله يشعر بأنه المسيطر والمهيمن. ما لم تملك شيئا يحتاج إليه وتعطيه له فلن يمنحك أي اهتمام. برج القوس. القوس عنيد ومتهور ويعاني من فوبيا الالتزام. سيحبك طالما لا تتوقعين منه أن يرتبط بك، وحين تلمحين إلى نيتك سيهرب. لا تحاولي سؤاله عن رأيه في أي شيء يتعلق بك لأنه يرى عيوب الآخرين مضخمة جدا ولا يرى عيوبه. برج الجدي. الجدي يملك شخصية صارمة تجعله بارد وقاسي، وما يجعل التعامل معه مزعجا هو أنه في الواقع فخور جدا في كونه من الشخصيات التي لا ترحم الآخرين. استغلالي ومتلاعب ولا يهمه ما يفعله إن كان صادما له تحقيق أهدافه. برج الدلو. مزاجي بشكل يفوق الوصف. يعاملك كما لو أنت محور الكون، وفي اليوم التالي يتصرف كما لو أنك غريب لا يعرفه. غريب الأطوار خصوصا حين يتعلق الأمر بالعلاقة الحميمة. يحمل الأحقاد من دون أدنى شك ويملك نمط تفكير جنوني. برج الحوت. يبحث خلف كل شخص مكسور ويحاول إصلاحه. فإن وعدك فأنت الشخص المكسور، وهو بكل طبع سيحولك إلى امرأة من جديد، وحين يتمكن من ذلك سيتخلى عنك ويبحث عن أخرى يحاول إصلاحها. لا يمكنه التعامل مع الواقع وعليه لا يمكن الاعتماد عليه. لمحة سريعة عن توقعات ماغي فرح لأبراج 2019. توقعات ماغي فرح لأبراج 2019 ينتظرها العديد للاطلاع على أبرز الأحداث والمفاجآت التي يحملها عام 2019 في مختلف النواحي الاجتماعية والمهنية والعاطفية وحتى الصحية. وككل عام تكشف علامة الفلك الإعلامية ماغي فرح لمحبيها أبرز ما يحمله الفلك على مختلف الأصعدة. وإليكم مقتطفات أبرز توقعات ماغي فرح للأبراج 2019. توقعات ماغي فرح لبرج الحمل 2019. سنة الانفراجات والحظوظ لمولود برج الحمل. يشهد سنة جيدة أكثر من السنة الفائتة، وسينتهي من المعاكسات الفلكية وقد يصل إلى أهدافه قريبا. هي سنة الانفراجات والحظوظ والانفتاح على الجديد. توقعات ماغي فرح لبرج الثور 2019. سنة استثنائية لبرج الثور، حيث يعيش مواليد برج الثور سنة جيدة واستثنائية. توقعات ماغي فرح لبرج الجوزاء 2019. بعض الأشخاص سيلعبون دورا كبيرا في حياة برج الجوزاء، وسيحظى بدعم اجتماعي وعائلي سيحتاج إليه. هناك معاكسة فلكية من كوكب جيبيتر في بعض المراحل ولكن لفترة قصيرة. توقعات ماغي فرح لبرج السرطان 2019. انقلاب الموازين للأفضل. ويجب أن يحافظ مولود برج السرطان على المعنويات المرتفعة في بداية السنة، وفي شهر آذار ستنقلب الموازين لتصبح أفضل سنة سيعيشها منذ 7 سنوات وحتى الآن. توقعات ماغي فرح لبرج الأسد 2019. سنة جيدة ومتقلبة
في آن واحد لمولود برج الأسد، حيث يشهد برج الأسد سنة جيدة على الصعيد العاطفي، متقلبة على الصعيد العملي. ولكن مولود هذا البرج سيواجه العراقيل ويتغلب عليها في النهاية. توقعات ماري فرح لبرج العذراء 2019. ارتباك في بداية سنة 2019 لبرج العذراء، حيث سيعيش مولود برج العذراء ارباكا في اول العام ويتحسن وضعه في اذار. سيشعر ان العام قاسي، ولكن هذا الاحساس سيزول. توقعات ماري فرح لبرج الميزان 2019. انجاز هذا العام بانتظار مولود برج الميزان، حيث يشهد برج الميزان سنة من النجاح والارتياح والانتقال الى وضع جديد افضل. كما سيحقق مولود برج الميزان انجازا هذا العام. توقعات ماري فرح لبرج العقرب 2019. صعوبات ومواجهات بانتظاره، فمولود برج العقرب سيشهد مواجهات كثيرة وسيعيش صعوبات في اول العام وينتقل من مكان الى اخر ابتداء من شهر اذار. توقعات ماري فرح لبرج القوس 2019. تغيرات ايجابية سيعيشها مولود برج القوس هذا العام، اذ ان كوكب الحظ جوبيتر لدى القوس هذا العام وهو محظوظ للغاية. لديه تغيرات ايجابية في هذه السنة. توقعات ماري فرح لبرج الجدي 2019. سنة التغيرات والانقلابات، فستكون هذه السنة سنة التغيرات والانقلابات، وسيعيد النظر ببعض الشؤون المهنية والشخصية، وفي اذار وايار ستتغير حياته نحو الافضل بعدما كان سترا في برجه. توقعات ماري فرح لبرج الدلو 2019. سنة 2019 ستنصف مولود برج الدلو، فهذه السنة ستنصف مواليد برج الدلو، ووجود كوكب الحظ في القوس سيفيد برج الدلو ايضا. توقعات ماري فرح لبرج الحوت 2019. سنة مصيرية لمولود برج الحوت، حيث سيشهد لديه حدثا جميلا سيحدث فارقا. احبتي، سوف ننشر لكم توقعات ماري فرح بالتفصيل الممل قريبا باذن الله. لا تنسوا أن تتابعونا وتشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم على الفيديو. شكرا للمشاهدة، شكرا لدعمكم المتواصل لأحسن جمهور في الدنيا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتقولوا رأيكم في كومنت. مستنياكم دايما في القناة لتشاهدوا كل جديد. شكرا لكم وإلى اللقاء.